حقيقة منبهر جداً في 5 أيام كيف صلح هذا الشيء. تدعم الهيئة القدرات الوطنية من خلال تقديم حزمة برامج تدريبية وتوعوية متنوعة لفئات مستهدفة مختلفة. تلعب الهيئة دوراً محورياً لتنمية القدرات الوطنية وبناء المهارات اللازمة من خلال تنفيذ معسكرات وتحديات في مجال الفضاء. ساهم المعسكر في نجاح مشروعنا بكونه الجسر بين علماء المستقبل وحاضرة في السعودية وبين المتخصصين الذين أعطونا وإن كانت الفترة وجيزة ولكن أعطونا كما مكثفا من المعلومات التي استخدمناها فعليا في بناء العمل الحقيقي والفعلي في العالم لبناء محطة فضاء، وإن كان التصميم أولي ولكننا تعلمنا وهذا كان هو الفوز الحقيقي في المسابقة. كما ساهم أيضا في إشعال الشغف والوقود الموجود لدى الطلاب والطالبات والخريجات والخريجين للقيام بمشاريع أخرى بإذن الله، وبإذن الله العمل مستقبلاً في الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي وضعتها دولتنا.